انا لو بعبيتي يابا بقى كفايه بقى مكبره بقى، حرام عليك، ده انا بنتك من لحمك ودمك وهفضل بنتك كمان لحد ما اموت، عجبك او ما عجبكش. خد الفلوس دي يابا خليها معاك، هتفك زنقة. الدنيا بقت غالية أول يومين دول يابا، وانت كبرت خلاص ما بقتش قد الشغلانة دهيا، حقيقتك بقى تبطلها. امشي امشي. حاضر همشي، هبقى اجي شقر عليك بعد كده. سلام. يا رب ليك يا رب. صدقلا ده انا صدقت كل حرف قلته انت بتثبت قبضايا. ان كان لك عند الكلب حاجه اقول له ايه؟ قول له يا معلم. واحنا هنعمل ايه النهارده؟ النهارده هنريح، وبكره من نجمه هننزل الشغل نلم الخرده اللي في السوق كله ونعلم نقطه على قبضايا. يا ابني يا حربي ده انت دماغك بقت سم ياض. طب ايه؟ سبع ولا طبع؟ سبع طبعا يا عمنا، ده احنا معانا الكوماندا بحاله. الحمد لله. على فكره يا حربي، عارف مين كان النهارده سال عليك؟ مين؟ البت دنيا، بس حلاوه قوي يا حربي، وبتقول لك انها مستنياك في الخن. والله؟ طب بالاذن انا خمسه بقى. طبعا طبعا يا سيدي، بنلاقي احبابه. روى نفسك قوي. ولا كيمو، كوبايه شاي وحجر معسل ياض. زين، انا اروح اتفرج. اتفرج اخويا اتفرج. القعدة دي ما بقتش من مقامك يا ست الستات. جرى ايه يا حربي؟ انت هتقطمني انت راخر؟ ده انا حتى النهارده جايه مخصوص علشان اشوفك واعتذر لك على حصل امبارح. يعني ايه؟ يا سلام، مش مصدقني ولا ايه؟ طب زمان كنا بنطب بعض، لكن دلوقتي هتيجي تسالي عليا بتاع ايه؟ بعد ما بقيتي بسم الله ما شاء الله نجمه في السما بتلالي، وانا يا دوبك لسه خارج من السجن وضاربني السلك على الاخر. يا ولد يا ولا، الست مهما عليت عمرها ما تنسى اول راجل عرفته في حياتها، وانت مش اي راجل يا حربي. ده انت بقيتي حويطه يا بت، اوعي تكوني فاكره انك هتعرفي تشتغليني وتعمليهم عليا زي ما بتعمليهم على عنتر بيه بتاعك. ايه؟ اشتغلك؟ اشتغلك على ايه يا حسره؟ وانت حطك حاجه يا اخويا؟ ايوه، لكن التاني اظن جابت فلوس ومليانه لتمة عينها. ايه رايك بقى؟ وكل من انا نرد علي. ذمتك يا دنيا مش مكسوفه وانت بتقولي الكلام ده قدامي؟ ايه؟ ما عادش في حياه؟ جرى ايه يا حربي؟ انت هتعيش عليا الدور انت كمان ولا ايه؟ مش كفايه البقين اللي بسمعه من ابويا كل ما اجي الحاره؟ ولا هتبقى انت وهو عليا؟ وبعدين يعني انا عملت ايه؟ حبيت اهرب من الفقر ولا كان عاجبك حالي يا اخويا وانا مدفونه بالحياه؟ وبعدين تعالى هنا، انت نسيت الكلام بتاع زمان؟ عايزين نشوف الدنيا يا دنيا، كفايه بقى الضلمه يا دنيا، اتخنقت يا دنيا، كيكه على العالي ولا نسيت؟ ما نسيتش ولا حاجه، بس يعني انت الكيكه طلعت معاكي في العالي قوي قوي واتنطرتي لفوق، وانا لسه في الكيكه على الواطي. بسيطه. اسمع كلامي بقى يا سيد الناس علشان تكسب ونرجع مع بعضينا الذي مضى، بس بعيد بقى عن جو الخنقه اللي انت فيه ده. بذمتك ده منظر واحد يعرف يجي يقف جنبك؟ ده عزام بيه بتاعك وكان ناقص يضربنا بالشلوت ويرمينا بره الكباريه. وانت مالك اصلا ومال عزام؟ انت ايه اللي هيجيبك الكباريه؟ بقول لك ايه؟ ادي دي نمرتي وعنواني، ابقى اتصل وعدي عليا. ماشي، بس على الله ترد يا دندن. يا سلام، يا واد بطل غلاسه، ده انا جايه هنا اصلا عشان اراضيك. بقول لك ايه؟ خد دول. ايه دول؟ فلوس عشان تمشي فيها حالك كده، تفك فيها الزنقة. حط فلوسك في جيبك يا بت، انا حرب المهدي، لو اموت من الجوع ما اخدش فلوس من واحدة ست، فاهمة؟ اعتبرهم سلف يا اخي. ولا حتى سلف. طيب خلاص، ما تبقش كده في وش المال، انا هدفي بس ان انا اخدم. يعني لو انت كده احنا وبعضينا كده يعني ما خدمناش بعض وقفنا جنب بعض، مين بقى اللي هيسندني؟ لو احتجت حاجه ولا عاوزت حاجه هبقى اجيلك انا. ماشي، انت تؤمر يا سيد الرجاله، اما مش انا بقى،
عشان اسيبك تشوف شغلك واشوف انا كمان شغل. هستنى تليفون. هيحصل يا دندن. طب بقول لك يا بنت بس، ده احنا في عز النهار. طب ما احنا كنا زمان في عز الظهر، ايه المشكله يعني؟ زمان كنا عيال لكن دلوقتي كبرنا. يلا انت بقى زق عجلك قبل ما حد يطب علينا، انا مش ناقص قلق. ماشي، هتوحشني. وانت كمان. هستنيك. ماشي. ليه؟ ليه يا حرب؟ ما بصش ليه يا اخي؟ ده انا سايب القهوه وجاي عشان اتفرج. حقك عليا يا ابو بركه. جاي كتير. باكل بسكوت. دنيا دعاء خص عليكي. ازيك يا بت؟ وحشين يا بنت، اخص عليكي. تبقى جايه المنطقه وكمان معديه من تحت بيتي، ما يهونش عليكي تسلمي على بنت عمك. يا اختي ما انتي اللي بتساليش، ما انا سايبه لك عنواني ورقم تليفوني، ولا عمرك جيتي ولا سالتش. اعمل ايه يا بنتي؟ ما انا مطحونه في الشغل، من البيت للشغل من الشغل للبيت، عامله زي الطر اللي بيلف في ساقيه. إيه؟ انت لسه شغاله في الكافيتيريا بتاعت وسط البلد؟ يا اختي انا لقيت احسن منها، اعمل ايه؟ طب بقول لك ايه، انا ما وريش حاجه النهارده، بتيجي اوصلك ونقعد مع بعض شويه، اصلك وحشتيني قوي. انت كمان، يلا بينا. يلا تاكس. تاكس بنت، انت معاكي فلوس؟ عيب عليك يا بنت، ده انا دنيا. ماشي. واخدينه على فين يا باشا؟ وسع انت مالكش دعوه. بس افهم باشا. باشا مفيش حاجه، اكرم بيه ظابط المباحث بعت عايزني. طب وده عايزك في ايه يعني؟ لا مؤاخذه يعني يا باشا، تلاقيني وحشته ونفسه يعزمني على فنجان شاي، اصله ما بيعرفش يشرب الشاي غير معايا. طب انا جاي وراك. مفيش داعي، انا مسافه السكه اوصل لاسمه اشوفه عايز ايه واسلم عليه وارد على طول، وماضيه باذن الله. اركب يا ابني انت وهو. يلا يلا يا ابني. هم واخدين حربي ورايحين على فين؟ الله، صحيح انت عرفتي ان حربي خرج من السجن ورجع لحته تاني؟ اه عارف. انت لسه بتحبيها بنت يا دنيا؟ بتحبيها يا بنت؟ حب ايه وكلام فارغ ايه؟ الحب ده موضه قديمه خلصت من زمان. امال جيتي لحته النهارده ليه؟ مش عشان تشوفيه ولا انا بتهيألي؟ اوعي يا بنت تكذبي عليا وتقولي انك جايه تشوف ابوكي، ده انت بقالك زمن ما عتبتيش الحته ولا شفتيها. بصراحه الواد كان وحشني قوي، طول عمره عاجبني ودخل دماغي من زمان واحنا صغننين قد كده، بس خلاص بقى. حب ايه؟ انا مش بتاعت الكلام ده، انا كنت طول عمري جامده. الحب ده يا اختي حاجه كده نتفرج عليها في الافلام بس. اه ده انتي. انا برضو. بصي يا بت، ادخلي جوه واقعدي اطلبي كل اللي انت عايزاه، عقبال ما اغير هدومي استلم الورديه واجيلك على طول. كله كله؟ لا على حسابي يا بت يا بخيل.